السلام عليكم، معكم دكتورة ليلى بنيوس، طبيبة أخصائية في أمراض السرطان والعلاج بالأشعة والمديرة الطبية لمركز دولي لعلاج أورام بأكادير. المركز الدولي لعلاج أورام بأكادير هو مجهز أحدث التقنيات المعروفة عالميا اللي غتمكننا من علاج أمراض مرضى السرطان بفعالية كبيرة وبمواصفات عالمية. المركز الدولي لعلاج الأورام بأكادير كيتوفر على مجموعة من الأقسام، من بينها قسم الأشعة المجهز بأحدث التقنيات، من بينها أن أكسيليغاتور لينيير دو بارتيكول فيرس لا اتش دي اللي تيمكننا من علاج الأورام بدقة وفعالية كبيرة مع حماية الأعضاء السليمة المحيطة بها، واللي معروف عالميا بدقة العلاج ديالو. وأيضا هناك عدة تقنيات أخرى من بينها لا اس ار اس اللي غتمكننا من علاج الأورام الدماغية بدقة كبيرة مع حفاظ على الأنسجة المحيطة بها، أيضا العلاج الإشعاعي الداخلي لا كوري ثيرابي، إي أون أورا أوسي لا كوري ثيرابي بروستاتيك كي سرا أون بروميييغ في لا ريجيون. قسم العلاج الكيميائي بالمركز الدولي لعلاج الأورام بأكادير كيتوفر على طاقم طبي وشبه طبي مؤهل وذو كفاءة وخبرة عالية في ميدان الأونكولوجيا، ومجهز بأحدث التقنيات اللي غتمكن المريض باش يدوز الحصة ديالو في ظروف ملائمة ومريحة أكثر مع فعالية العلاج إن شاء الله. المركز الدولي لعلاج أورام بأكادير كيتوفر على قسم الطب النووي أول من نوعه في الجهة، المجهز بأحدث التقنيات المعروفة عالميا من بينها البيت سكانير أو الفحص بالتصوير دو ديرنيغ جينيراسيون اللي غيمكننا من تشخيص مرض السرطان بدقة أكبر، وغيساهم في جودة علاج مرضى السرطان بجهة أكادير سوسمسا. المركز الدولي لعلاج أورام بأكادير تقدم المرضى ديالنا خدمات موازية، منها لا نوتريسيونيست أو الأخصائية التغذية اللي تدير لنا مرافقة مورا كل فيما المريض كيشوف الطبيب كتكون عنده كونسلطاسيون مع نوتريسيونيست، وسي أن أكومبانيومون بسيكولوجيك مع بسيكولوج، خدمة ومرافقة نفسية، وأيضا طاقم إداري اللي غادي يساهم في تسهيل المساطر الإدارية وتخفيف عناء العلاج على المريض. كيف ما تنعرفوا الواقع ديال مرض السرطان لا على المصاب لا العائله المحيطه ديالو كيكون كبير، الله يكون في العوان. المرضى قبل كانوا كيمشيو لجهات اخرى بحال الدار البيضاء رباط مراكش باش يتعالجوا، حنا جينا مع المركز الدولي لعلاج الاورام باكادير باش نوفروا للمريض عنايه كامله شامله بمواصفات عالميه. اكديتال عنايه وعلاج.